نصيحتي يا شباب، ما حدش ممكن يضغط نفسه في الدراسه. انا بقول لكم ما حدش يضغط نفسه في الدراسه الا بمفهوم العباده. شوفوا يا شباب، طلب العلم فريضه. الطريقه اللي بيتعاملوا معانا بيها في الدراسه وفي المدارس سواء كان في مصر او في تركيا مش هي دي طريقه التعليم الصحيحه. لكن انا متخيل لو انت فعلا عبد رباني لا ارضى ابدا بالذل ولا بالدنوه. المبنى القيم بيقول معنى جميل قوي، بيقول ايه؟ من استطاع ان يمسك نجما بيديه ولم يفعل فهو آسف. من استطاع، يعني انا اذا قدراتي تجيبني ان انا اطلع السماء وامسك نجم بايديا وانا ممسكني النجم ده يبقى انا آسف. يعني اللي قدراته تخليه يجيب 100 من 100 وبيجيب 99 يبقى آسف. الواحد ده ربنا يحاسبك عليه. لذلك قلت ما تضغطش نفسك. ليه؟ لان قدراتك تجيب بدون ما تضغط نفسك اصلا. انت المفروض تجيب 100. طب انت قدراتك تجيب 90، هات 90. قدراتك تجيب 70، هات 70. قدراتك اهو، انت عارف نفسك. لكن اللي قدراته تجيب 100 وبيجيب 99 يقسم. يقسم ده يعني ياخد زي اللي بالذنب، زي اللي بيشوف واحده ويقعد يبص عليها، زي اللي بيشوف منظر اباحي في الانترنت، زيه بالظبط كده. واحد بيعمل حاجه غلط، بيعمل حاجه غلط. فاللي يستطيع انه يتفوق ولا يتفوق يأسف، ياخد عليه يبقى ذنب. فما تضيعوش وقتكم يا شباب، ما تضيعوش وقتكم. يعني انت النهارده لو جيت تشوف قد ايه وقت انت بتضيعه على الموبايل بتاعك وعلى السوشيال ميديا ومع اصحابك وفي الكافيهات وفي الكلام الفارغ هتلاقوه كتير قوي. بس خدوها بمفهوم العباده. يعني انت وانت بتذاكر، وانت بتذاكر تقول لي اقوم اصلي ركعتين قيام ولا ذاكر ايام الامتحانات؟ اقول لك لا، ذاكر، ما تصليش قيام، لان مذاكرتك فريضه والقيام نافله. طب انا كنت مكسل الفتره اللي فاتت وما بذاكرش وبس. طب الوقت العباده بتقول الان العباده، عباده الوقت بتقول انك لابد ما تضيعش وقتك. طب هو فعلا ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن يعني صاحبي اللي قاعد بيذاكر من اول السنه وجاي هيجيب 100 من 100، انا في خلال الاسبوعين اللي باقيين، والله لو انت نويت قلت يا رب انا استغفر الله عز وجل من تقصيري، وانا فعلا يا رب قصرت في اللي فات وانا مش باقي الا الاسبوعين ثلاث اسابيع وهبذل فيهم كل طاقتي واريد منك العون، ايه اللي هيحصل؟ هتجيب 100 من 100 ان اردت. انا بكلمك على حاله عندي انا، والله العظيم ما انا كنت في الكليه، يعني الحمد لله انا طالع الاول على الجامعه وكليه التجاره في جامعه المنصوره. فكنت ايه، وانا قدراتي لا بتجيب اول ولا تاني حتى ولا تالت، وبرضه ما بذاكرش كتير. يعني طبيعه الشخصيه زي كده، يعني ما بقعدش انا على الكتاب فترات طويله. فالمهم بقى اعمل ايه بقى؟ انا قعدت افكر بيني وبين نفسي، ابويا اللي تعبان ده وامي اللي تعبانه دي، انا من البر ان انا يعني اسعدهم افرحهم. فكنت وانا ساجد اقعد ادعي ربنا واقول يا رب يا رب يا رب، انا عارف والله اقسم وكده وانا ساجد اقول كده يا رب، والله انا عارف ان انا ما استاهل وانا ما استاهلش، بس عشان خاطر ابويا عاوز انجح عشان افرحه. انا لما طلعت الاول ابويا بيقول لي مش طلعت الاول ازاي، انا مش فاهم انت طلعت الاول ازاي. اقول والله عشان خاطرك يا بابا، بس هو انت السر في الموضوع، عشان خاطرك انت. وانا فاهم كنت اقول لربنا كده يا رب عشان خاطر ابويا، عشان خاطر امي، هو بيتعب، امي بتتعب، امي بتفرح، هتفرح لما انا ابقى الاول. وطلعت الاول، انا كنت والله العظيم وانا ساجد كنت ادعي ربنا واضحك بضحك، يعني يا رب اطلع الاول اقول يا رب انت مجنون ولا انت فيك ايه، بقول انت متخيلين كده بدعي ربنا. بس انا استحاله ده يحصل، استحاله والله العظيم. كنت اذاكر اروح الامتحان الاقي كل اللي انا مذاكره وكانه لا والله في مواد انا ذاكرتها الا في الثلاث ايام اللي قبل الامتحان ولا فتحتها. ادخل الاقي الاسئله مطبوعه عندي بطريقه غريبه جدا، اكتب. ده مش دعوه للتكاسل على فكره، بس انا بقول لكم ليه انت تقعد تتكاسل لغايه قبلها بيومين ثلاثه، لكن انا بقول لكم اجتهدوا وادعوا ربنا وارتبطوا بالمسجد وعيشوا مع بعض كاخوات. انا بذاكر انا ومحمد عيسى بنحب بعض ونقعد مع بعض باليوم والاثنين والثلاثه ونقعد نذاكر مع بعض. كنت بعمل كده على فكره، بس انت ايه اتعب بقى، انتوا عندكم فرصه اسبوعين ثلاث اسابيع اربع اسابيع، اجتهدوا يا شباب، لان في الاخر انت برضو لما بتتفوق على فكره حتى بينك وبين نفسك ايه بتاخد نفس عميق كده وتحس ان انت انسان، يعني ليك قيمه كده، يعني انسان وليك قيمه. يعني انت ليك قيمه في الاخر، لان للاسف الشديد احنا في مجتمع يعني بيحسب الانسان بالارقام. انت راكب عربيه حلوه فبيحسبك ان انت حلو، مالهاش علاقه بالعربيه، بس في الاخر احنا في مجتمع افهم لغته عشان تعرف تتفاهم معاه. فانت خليك متفوق، اجتهد، مش عشان انت برضه متفوق وعشان الناس تقول عليك ابدا. انت زي ما قلت اول النقطه الاولى، تعبدا لله عز وجل، برا بامي وابويا اللي هي برضه عباده لله عز وجل، ان انا يبقى ليا قيمه. برضه المسلم اللي له قيمه مختلف عن الانسان الهمل اللي ملوش قيمه.